بسم الله الرحمن الرحيم. مراجعة ليلة الامتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي. السؤال الأول بيقول لي ضع علامة صح أو خطأ. رقم واحد، تسود الزراعة الكثيفة في المناطق الحارة على هوامش الغابات الاستوائية. طبعا العبارة خاطئة عشان الزراعة البدائية أو الزراعة البسيطة هي اللي بتسود في المناطق الحارة على هوامش الغابات الاستوائية. رقم اثنين، تحتاج زراعة الشاي إلى تربة خصبة خفيفة ومناخ حار وهواء رطب. طبعا العبارة صحيحة، وكنا قايلين إن الشاي من المحاصيل ذات الطبيعة الخاصة. رقم ثلاثة، تعد تايلاند أولى دول العالم إنتاجا للدواجن. طبعا الإجابة خاطئة عشان الولايات المتحدة الأمريكية هي أولى دول العالم. تعد تايلاند من أهم الدول المستوردة للحديد. طبعا الإجابة خاطئة. تصدر مصر إلى نيجيريا الأسمدة والمعدات الثقيلة. طبعا العبارة صحيحة. السؤال الثاني بيقول لي اكتب ما تشير إليه كل عبارة. رقم واحد، راعي يمارس في مناطق الحشائش بالقارات ويعتمد على الأساليب العلمية الحديثة. طبعا ده الراعي التجاري. رقم اثنين، منتج حيواني تعد الهند أولى دول العالم إنتاجا له. طبعا ده الألبان. رقم ثلاثة، تعد من أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان. طبعا دي دولة نيجيريا. أربعة، يعتبر من أكبر الأقاليم الصناعية في العالم الجديد. طبعا إقليم شمال شرق الولايات المتحدة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي بما تفسر. رقم واحد، تتركز زراعة البنجر في أوروبا وأمريكا الشمالية. ليه؟ لملائمة ظروف المناخ والتربة الزراعية. ولو حبيت تكمل ممكن تقول لأنه يحتاج إلى مناخ معتدل. رقم اثنين، تعد اندونيسيا والولايات المتحدة من اوائل الدول المنتجة للاسماك في العالم. طبعا الاجابة بسبب طول السواحل على البحار والمحيطات وكذلك تقدم وسائل الصيد. رقم ثلاثة، تعد الولايات المتحدة الامريكية القوة الاقتصادية الاولى في العالم. ليه الولايات المتحدة هي رقم واحد اقتصاديا في العالم؟ لانها تتمتع بموارد طبيعية وفيرة ومتنوعة مما ادى الى تعدد الانشطة الاقتصادية. بعد كده رقم أربعة بيقول لي يعد النشاط الزراعي من الأنشطة الاقتصادية الأساسية في العالم. طبعا ليه ثلاث نقط. رقم واحد، يمثل مصدرا رئيسيا لغذاء الإنسان بجانب الأسماك والحيوانات. رقم اثنين، بترتبط به تربية الحيوان. رقم ثلاثة، يعد مصدرا مهما للمواد الخام الزراعية اللازمة لبعض الصناعات. طبعا كلنا عارفينها زي السكر زي المطاط وزي القط، كل ديت بتخش في الصناعات. رقم خمسة بيقول لي يقل السكان في دلتا النيجر جنوب نيجيريا. ليه السكان قليلين في منطقة دلتا النيجر في جنوب نيجيريا؟ طبعا بسبب وجود الغابات الكثيفة الاستوائية والظروف المناخية القاسية. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ما النتائج المترتبة على الوحدة الاقتصادية الأوروبية؟ قال لي أدى إلى التكامل في الجوانب الاقتصادية بإقليم غرب ووسط أوروبا وحمايتها جمركيا وتدعيمها من جانب هيئة الاتحاد الأوروبي. رقم اثنين، صغر المساحات المزروعة في مناطق الزراعة الكثيفة. ليه أو إما النتائج؟ قال لي أدى إلى صعوبة استخدام الآلات والميكنة الزراعية. مساحة صغيرة فبيصعب استخدام الآلات الزراعية والميكنة الزراعية. طيب عايز يقول لي أمامك مجموعة من أهم المدن، أذكر شهرة كل مدينة. يعني مثلا عندي بيقول لي مثلا مدينة اسمها أبيدان. طبعا عارفين كلنا ان ابيدان ديت مدينه في نيجيريا. ايه اهميتها وايه سبب شهرتها؟ قال لي تاتي في المركز الثاني في الاهميه بعد لاجوس وتعتبر مركزا للتجاره والتعليم والمواصلات. طبعا بتكلم في دوله نيجيريا. طيب لاجوس بقى، قال لي اكبر المدن النيجيريه واكثرها تكدسا بالسكان وتعتبر العاصمه الاقتصاديه. نيويورك، طبعا عارفين نيويورك موجوده في الولايات المتحده الامريكيه، هي ميناء مهم وتطل على المحيط الاطلنطي طبعا، ويوجد بها مقر الامم المتحدة. تعال نشوف التاريخ. بيقول لي التاريخ السؤال الاولاني اكتب ما تشير اليه كل عبارة. رقم واحد، قانون استمر العمل به منذ تولي مبارك الحكم. طبعا ده قانون الطوارئ، وده يعتبر سبب من اسباب قيام ثورة يناير 2011. مين هو مفتي القدس الذي قاد اللجنة العربية عام 1936؟ طبعا ده الحاج امين الحسيني اللي عمل ثورة عام 1936 اعتراضا على تقسيم القدس. رقم ثلاثة،
معركة انتصرت فيها القوات المصرية على القوات الإسرائيلية عند مدينة بورفؤاد. طبعا دي معركة رأس العش، ودي حصلت أثناء إعادة بناء القوات المسلحة. رقم 4، عدم الانضمام إلى أي من الكتلتين الشرقية أو الغربية. طبعا دي اسمها عدم الانحياز. ضع علامة صح أو خطأ. بولي وافقت الدول العربية على تقسيم فلسطين عام 1947. طبعا العبارة خاطئة. رقم 2، يعتبر يوم 23 ديسمبر عيدا للنصر وعيدا سنويا لمحافظة الإسماعيلية. طبعا الإجابة خاطئة. قبلت مصر قرار مجلس الأمن رقم 242 وامتنعت إسرائيل عن تنفيذه. طبعا العبارة صحيحة. خلى مجلس الشعب عام 2010 من وجود معارضة وطنية. طبعا الإجابة صحيحة، عندما حصل الحزب الوطني على نسبة 97% من مقاعد مجلس الشعب. السؤال بقى كده بيقول لي بما تفسر. رقم 1، تشكيل الشعب المصري لما عرف باللجان الشعبية أثناء ثورة 25 يناير، طبعا لحماية المنشآت والمناطق ومواجهة أعمال السرقة والحرق والترويع بعد اضطراب الأمن اللي حصل بعد ثورة 11. رقم 2، مغادرة الملك فاروق وأسرته لمصر قبل الموعد المحدد له. ليه؟ لأن الملك فاروق أدرك أن الجيش والشعب يكرهان حكمه. ورقم 2، تخلي الإنجليز عنه. رقم 3، بولي هزيمة الدول العربية أمام إسرائيل. رقم 1، التفوق العسكري الإسرائيلي وخاصة السلاح الجوي. رقم 2، استخدام إسرائيل عنصر المفاجأة. رقم 3، نقص التدريب وعدم توفر الأسلحة المطورة للقوات المصرية. طبعا ده كله بسبب أو سبب هزيمة الدول العربية أمام إسرائيل في عدوان 67. رقم 4، بما تفسر برضو، بيقول لي إغلاق مصر للخليج العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية إحكاما للحصار الاقتصادي الذي يفرضه العرب على إسرائيل. طبعا ده قبل عدوان 67. السؤال رقم 5، بيقول لي بما تفسر برضو مبادرة روجرز. ليه روجرز قدم مبادرة لوقف إطلاق النار تمهيدا لحل النزاع سلميا؟ ده في خلال حرب الاستنزاف. السؤال بعد كده بيقول لي ما النتائج المترتبة على مبادرة الرئيس السادات لزيارة إسرائيل عام 1977؟ بيقول لي أدى إلى تمهيد الطريق أمام إسرائيل للقبول بمبدأ التفاوض مع الأطراف المهتمة والمعنية بقضية الصراع العربي الإسرائيلي. السؤال بعد كده بيقول لي معاهدة السلام في مارس 1979 بيقول لي أدى إلى رفع العلم المصري فوق سيناء بعد استعدادها كاملة فيما عدا منطقة طابة على رأس خليج العقبة. السؤال اللي بعد كده، ثورة 30 يونيو 2013 أدى إلى رقم 1، عزل محمد مرسي في 3 يوليو 2013 وتسليم السلطة إلى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية في ذلك الوقت. كمان صدر دستور جديد في يناير 2014 ثم عقدت انتخابات الرئاسة وأعلن فوز المرشح عبد الفتاح السيسي. السؤال بعد كده بيقول لي سؤال مقالي شوية، بيقول لي دلل لمنظمات المجتمع المدني دور مكمل للعمل الحكومي. إيه دور المنظمات المجتمع المدني؟ رقم 1، بيقول لي أولا هذه المنظمات تعد عناصر فاعلة في تقديم الخدمات الاجتماعية وتنفيذ برامج التنمية من خلال. بتعمل إيه؟ دورها إيه المنظمات ديت؟ قال لي رقم 1، تثقيف المواطنين وتعريفهم بالحقوق السياسية كالتصويت والانتخاب والترشح للمناصب السياسية. رقم 2، توضيح علاقة المواطن بالدولة وكيفية التعبير عن حقوقه وواجباته. رقم 3، توفير مناخ يحقق الوحدة الوطنية.